السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنتكلم عن برج العقرب اللي دايما بيوقع نفسه في مشاكل، دايما حياته متلخبطه. فتاه العقرب عندها مشاكل كتير جدا، ما دايما الناس بتكرهها دايما علشان هي شخصيتها قويه جدا، شخصيتها كده متحكمه مسيطره، فيها كل الصفات اللي اي راجل يتمناها، ودايما الرجاله بتتشد لها. ان شاء الله باذن الله راجل العقرب، فتاه العقرب، باذن الله يكون عندكم انطلاقه جديده. يا رب السعاده والهنا والفرح والخير والرزق والتفاؤل يكون من نصيبكم، اللهم امين يا رب العالمين. برج العقرب، توقعاتك للنص الثاني من شهر يونيو باذن الله تكون فيه كل حاجه انت محتاج تسمعها هنا في الفيديو. طبعا هنركن الطاقه السلبيه على جنب وندخل على الفيديو بالطاقه الايجابيه، وكمان نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونكتر في الاستغفار وفي الدعاء بيغير القدر، ونشوف الفيديو هيدينا طاقه ايجابيه ولا لا، وهيدينا اخبار حلوه احنا مستنيينها وعايزين نسمعها ولا لا. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش طبعا تكتبوا لي كومنت جميل زيكم، وتضغطوا لي لايك للفيديو علشان خاطر يوصل لاكبر عدد من المشاهده. يلا يا برج العقرب. برج العقرب حزين، برج العقرب عنده موضوع محيره، عنده كذا موضوع شاغل باله، وكذا حاجه مخلياه مش عارف يقف على ارض صلبه من جديد تاني. برج العقرب حاسس بالإحباط اليومين دول، دخل في دوامة، دخل في متاهة بسبب قرار خطأ أخده في حياته. يعني شوف القرار اللي انت خدته في حياتك ده لخبط لك حياتك وعمل لك انقلاب في حياتك بالكامل، عمل لك توتر لدرجة ان انت شايف الدنيا سودة، شايف انه مفيش اي حاجة في حياتك بتكمل بسبب القرار اللي انت خدته، او بسبب موضوع، او بسبب حاجة معينة حصلت في حياتك. بدأت تشوف الدنيا سودة، بدأت تشوف ان الدنيا اتقفلت، ان الدنيا فيها احباط. لا يا برج العقرب، لا، باذن الله عندك خروج من الهم، عندك انطلاقة جديدة. انت دايما بتدعي ربنا، دايما رامي همومك على الله، ما بتشيلش هم حاجة. اول حاجة يا برج العقرب، عندك حد في البيت تعبان، حد بيعاني من مرض، حد انت بتدعي له، حد انت بتاخده في حضنك وتطبطب عليه وتقول يا رب الشفاء ليه، يا رب خد من عمري وديه، الحد ده عزيز على قلبك جدا جدا جدا. بص يا برج العقرب، انا عايزاك تهدى، وعايزاك دايما زي ما انت رامي همومك على الله، دايما ارميها على الله، ودايما خلي عندك الصبر وعندك الانطلاقة الجديدة في حياتك. الدنيا سودت في وشك، بس لا، عندك انطلاقة جديدة، وعندك مكالمة مهمة انت من زمان مستنيها. الله، المكالمة دي انت مستنيها من بدري. طيب احب ابشرك واطمنك وريح قلبك، انت هتدخل في مرحلة جديدة، هتدخل في بداية جديدة، هتدخل في بداية جديدة، لدرجة ان انت الدوامة اللي في حياتك والاحباط، وكل ما تطلع خطوة لقدام بترجع الف ورا. ايه السبب؟ بسبب العين القوية. سحر، انت مسحور، انت عندك حد بيجدد لك طاقة السحر مرة واتنين في الشهر، بيحاول كل ما يلاقيك مبتسم بيجددها لك، كل ما بيخليك، كل ما بتكون مزاجك شويه بس كده مبسوط يجددها لك. الله على العين اللي عليك يا برج العقرب، مبوظه حياتك، حاول تعالجها، حاول تحصن نفسك، حاول ان انت تخلي حياتك فيها تجديد. احسن حاجه ليك يا برج العقرب لازم تروح لشيخ يعالج العين القويه اللي صايباك والسحر اللي انت متصاب بيه، علشان حياتك فيها دوامة. قراءتك مش هتعجبني خالص يا برج العقرب، علشان خاطر العين القوية اللي صايباك ملخبطة حياتك، حياتك بتستوي، حياتك متلخبطة. الحق عالج نفسك، وحاول تعالج العين اللي صايباك، وتعالج السحر اللي هو بيتجدد لك كل شهر، السحر اللي هو ملخبط لك حياتك. انت روحاني، شخصية روحانية جدا، اللي بتحسه بيحصل، شخص كده بتبقى عارف انت بتعمل ايه، بس العين حاليا انت مش عارف تتصرف، مش عارف تعمل ايه بسبب العين القوية اللي صايباك، بسبب اللي الحيرة والتوتر والخوف من كل حاجة. اي حاجه وحشه في حياتك اتاكد تماما انه العين هي اللي صايباك وملخبطه حياتك. واحده ست مش كويسه، واحده ست عايزه تخرب بيتك، عايزه تعمل لك مشاكل كتير. فتاه العقرب، صفي علاقاتك. فتاه العقرب، خليك دايما حويطه من بعض الاشخاص اللي انت مامنه لهم وفاكراهم احبابك. لا يا برج العقرب، لا،
فتاء العقرب انتبهي علشان هتقعي في مشكله الفتره اللي جايه لو فضلت بنفس اللي انت فيه. عندكم مواجهه يا برج العقرب، المواجهه دي ممكن يكون فيها عداله وممكن ما يكونش فيها عداله، بس هي العداله مش هتكون من صفك. حاول ان انت تعرف ازاي تكسب، تعرف ازاي تقول الكلمه اللي هي تجيب لك حقك وتجيب لك نصيبك. بس احب اطمنك وبشرك ان انت عندك خير جاي لك في ارض بيتك، هيكون عندك فرحه على قدك. الخير ده هيجي لك، هيغير من نفسيتك، هتعمل الحاجه اللي انت عايزها، وفي نفس الوقت عندك تحقيق امنيه حلوه، فلوس جايه لك او رزق جاي لك، بس في ناس كتيره جدا عايزه تاخده منك وهيبقى عيونها كتير عليك، هيبقى عيونها كتير عليك. طيب برج العقرب هيبقى عندك طاقه حلوه جدا، الطاقه دي خبر حمل، الطاقة دي توقيع سفر، الطاقة دي رزق جاي لك، الطاقة دي نجاح في الدراسة، الطاقة دي ترقية في العمل بإذن الله. فأنا شايفة إن أنت عندك رغم كل المشاكل، رغم كل الإحباط والدوامة اللي أنت فيها، عندك انطلاقة جديدة وترقية حلوة. عندك طريق ضلمة حاليا، هو أظلم حاليا، أنت مش عارف تتعامل معاه في الطريق ده إزاي، بس أحب أبشرك وأطمنك إنك ربنا هينوره، علشان هتكتشف وش ما كنتش متوقعه. انت برج العقرب، فتاة العقرب دايما اللي ما يعرفهاش بيقول عليها ان هي متكبرة، هي انسانة مش كويسة. لما يقربوا منك ويعرفوا قد ايه طيبة قلبك، دايما بيقولوا ان احنا ظلمناكي، وبيجوا يقولوا لك احنا ما كناش نتوقع عنك كده، احنا كنا فاكرينك شخصية مش كويسة. الناس بتحكم من غير ما تتعامل. برج العقرب عايزاك تصفي حساباتك وتاخد القرارات الصح علشان خاطر ما تندمش ابدا ابدا في حياتك. بص يا برج العقرب، انا كل ما اعمل لك علامه تطلع لي الدوامه وتطلع لي علامه استفهام في حياتك. انت في دوامه وعندك علامه استفهام في مشروع، في خبر، في اي حاجه في حياتك عندك علامه استفهام مش عارف تعمل فيها ايه. بس عندك فرحه حلوه، انت تعبت السنين اللي فاتت كلها، السنين اللي فاتت كلها كنت بتعاني وكنت بتعافر وكنت تعبان. باذن الله بفضل ربنا هيكون عندك انطلاقه جديده وعندك خبر حلو. طب ايه كميه الاشتياق اللي انت فيها؟ يا هل ترى مشتاق لاطفالك اللي هم بعاد عنك، ولا منتظر خبر حم، ولا مشتاق لاهل بعاد عنك؟ في اشتياق عندك. بالنسبه للناس اللي مش مرتبطين، فانت عندكم علاقه جديده او هتدخلوا في علاقه جديده او هيبقى عندكم تعارف على حد. بالنسبه للناس المرتبطين والمتجوزين، عندكم مشاكل كتير بينكم وبين الشريك. فتاة العقرب عايزه اللي يفهمها، عايزه اللي يحتويها، ولحد الان مش لاقياه، لحد الان بتعاني من عدم الشخص المناسب اللي في حياتها. راجل العقرب عندك امور كتيره جدا، راجل العقرب مش كويسه، عندك كذا حاجه، اللي جاي على قد اللي رايح، بتحاول تعافر، بتحاول تشتغل شغلانه واتنين علشان تزود الداخل اللي في حياتك، لدرجه ان انت بدات تدخل في مشروع تشغل دماغك اكتر علشان خاطر تقدر تكسب، وتقدر ازاي تتعامل مع الاخرين، وتقدر تعمل اللي انت عايزه. لدرجه ان انت يا برج العقرب سكت كتير في حياتك، ولما تاكل حقك ولما اتظلمت المره دي هتحاول ان انت تتكلم. يعني لو كل مره حقك بيتاكل، المره دي هتحاول تتكلم، المره دي هتحاول تقف على ارض صلبه وهتقول انا سكت كتير، انا استحملت كتير، وحان وقت ان انا اتكلم، وحان وقت ان انا اخد حقي، وحان وقت ان انا ماسكتش تاني. يعني انا شايفه ان الباقي من شهر يونيو ده مش هيخليك تسكت، هيخليك تتكلم وتاخد حقك وتنسى وتترك كل المشاكل. هتقول انا هبدا من جديد وهقف على ارض صلبه، وكمان هقدر اكمل وهقدر احاول وابدا ان انا اشوف حياتي بالكامل. بص يا برج العقرب، عندك اشتياق زي ما قلت لك لاهل واحباب وزوج او اهل، الله اعلم، ممكن كمان يكون في اطفال، في حد عندك وسخ لك سمعتك، حد تهمك تهمه بطله يا برج العقرب، عندك حد تهمك تهمه بطله ولحد الان بتعاني منها. برج العقرب عايز يطفش من مكانه. برج العقرب، لا يا برج العقرب بلاش تفكر في ان انت تطفش، بلاش تفكر ان انت تغير مكانك، لا خليك في مكانك، علشان الاعداء هم بيعملوا وراك حفر علشان يمشوك من مكانك وانت فاكرهم احبابك، لدرجه ان انت بدات تفكر في الهروب، بدات تفكر ان انت عايز تعيش لوحدك وعايز تبعد عن كل الناس اللي هي بتزعجك، كل الناس اللي هي ظلمتك. عايزك تهدى، عايزك تستمتع بوقتك، عندك فرحه حلوه، عندك شفاء مرض،
عندك امور حلوه جدا 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 في حياتك. شوف النيه اللي انت حاططها ببالك وحققها، شوف اللي الحاجه اللي انت عايزها واعملها. بس انا عايزاك يا برج العقرب ان انت تستمتع بوقتك وتعالج العين القويه اللي صايباك وملخبطه حياتك. عندك عين قويه جدا 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 جدا، مخليه حياتك مفيش حاجه فيها بتكمل، مخليه حياتك دايما بايظه ومقلوبه. لازم تستمتع بحياتك يا برج العقرب. البعض منكم ممكن يكون عنده شويه مشاحنات جوه قلبه، شويه يعني امور مضايقاه، في شويه حاجات خانقاه. عندكم الحياه العاطفيه تتحسن الفترة اللي جاية بشكل حلو جدا، وهيبقى في رجوع ممتاز. بس دايما قلبكم بياكل، يعني قلبكم موجوع. عندكم فتح اسمة حلوة جدا، فتح نصيب ليكم مع شخص مناسب جدا في حياتكم، هيبقى في تواصل حلو. كمان انتوا هنا في طريق مفتوح، والطريق ده هيكون حلو جدا. بس انتوا عندكم اختلاف بينكم وبين حد، في جنسية، في بلد، في حاجة، الله اعلم، بس في اختلاف بينكم وما بين حد، والحد ده انتوا عايزين تتكلموا فيه، تتكلموا معاه او تعملوا حاجة اكتر. كمان الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتوا بتختاروا بعقلكم، ما بقيتوش تختاروا بالقلب زي الاول. في حمل عندكم الفترة اللي جاية، هيبقى في فتح اسمة حمل كبيرة جدا، فياريت تخلوا بالكم من النقطة دي، وتحاولوا ان انتوا يعني ايه تستفادوا بأي حاجة الفترة اللي جاية. هتكون يعني هيكون عندكم فتح اسم، عندكم شغل جديد، عندكم اختيار حلو. بس دايما اقول لكم اختاروا بالعقل، ما تختاروش بالقلب، علشان خاطر انتوا طيبين جدا، والناس بتعرف تكسبكم من ناحية الحب، من ناحية العاطفة. فانتوا لازم تتعاملوا بالعقل الفترة دي اكتر. علاقتكم العاطفية بالشريك دايما فيها كده روح، دايما فيها كده حاجة غريبة، حاجة مختلفة، في علامة استفهام على سؤال عندكم، في اختيار حلو على حياتكم الفترة اللي جاية. كمان انتوا الفترة اللي جاية دي هيبقى في تحسن، في تحسن حاجات كتيرة جدا. في حاجة هنا انت عمال حد عمال تدعم فيه، والحد ده بالفعل هو واقف في صالحك، بس انتوا مش عارفين توصلوا للهدف بتاعكم، مش عارفين توصلوا للامور اللي عندكم. انتوا دخلتوا في اكتر من علاقة خاطئة. البعض منكم ممكن يكون عنده اكتر من علاقة عاطفية وفشل، مفيش استكمال كان في العاطفة، بسبب انه دايما انتوا كنتوا يعني بتحبوا الشريك زيادة عن اللزوم، او بمعنى صح كنتوا بتيجوا على نفسكم من اجل الشريك وما تمرش في الفترة دي. كمان انتوا عمالين تشتغلوا وتكافحوا في حاجات كتيرة جدا في حياتكم، انتوا دايما صابرين حتى لو على ظلم، حتى لو على اذى، صابرين كل حاجة، صابرين عليها. انتوا ناويين تطلعوا السلم، وبالفعل انتوا طلعتوا نصه، فيعني فاضل لكم حاجات بسيطه. انتوا عايزين تطلعوا بسرعه علشان خاطر تحققوا الحاجه اللي انتوا عايزين تحققوها بسرعه، فانتوا دايما بتستحلوا بالصبر، وعندكم حد هيدعمكم وهيقف معاكم في اكتر من حاجه. بس خليكم دايما يعني خليكم دايما كده مختلفين عن الاخرين، خليكم دايما كده مميزين عن الاخرين، خليكم دايما كده عارفين تتعاملوا اكتر من الاخرين بسبب اللي انتوا فيه. عندكم تحويل جذري لبعض الامور، عندكم تحويل جذري لحاجات عندكم يعني هتوصلوا لها بشكل مختلف. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم نور من بعد الظلمة اللي عندكم. كمان البعض منكم هيدخلوا الفترة اللي جاية دي في حاجة جديدة خالص، هيهتموا بصحتهم جدا، علشان حاسين ان صحتهم في النازل اليومين دول، حاسين ان صحتهم تعبانة، فانتوا بتسعوا من اجل ان انتوا تاخدوا علاجكم في وقته، بتسعوا بان انتوا تهتموا بصحتكم اكتر الفترة دي. عندكم طاقة تخص كذا حاجة بتتفتح قدامكم. كمان انتوا ممكن تكون في عملية ليكم او لحد كل شوية تأجلوها، حان الوقت ان انتوا تعملوها، حان الوقت ان انتوا تشوفوا ايه اللي عندكم. عندكم تحديد موعد لقاء مع حد،
تحديد موعد في خصوص حاجة الله أعلم. وأقدر أقول كمان إن الفترة اللي جاية هيكون في علاج حلو جدا عندكم لحاجة أنتوا كنتوا مستنيينها بقالكم مدة كبيرة. الصحة لما كانت تعبانة في يوم من الأيام كانت دايما صداع مستمر، كان دايما وجع في أسفل الظهر، وطبعا أنتوا ما كنتوش عارفين، يعني كشفتوا ما لاقينش علاج، مش عارفين ايه اللي بيحصل عندكم، في كانت طاقة مؤثرة عليكم. فالفترة اللي جاية دي هتكون طاقتكم عالية، فانتوا لازم تحسنوا من اي حاجة في حياتكم. ليه؟ عشان الهموم اللي انتوا شايلينها الفترة دي. كمان انتوا في ناس هنا اكتر من حد عزمتوهم، اكتر من حد دخلتوهم بيتكم، عرفتوا قد ايه ان هم مش كويسين، عرفتوا قد ايه ان هم ناس خبيثه فعلا، ومش يعني زي ما انتوا كنتوا فاكرين، وبالفعل طلعتوهم من حياتكم وطردتوهم بره طرد مختلفه. ليه؟ علشان لقيتوا منهم ظلم ولقيتوا منهم خذلان. دايما اقول بلاش قلب طيب مع تعامل الاخرين علشان بيطمعوهم فيكم. في حد انتوا دايما كنتوا بتقفوا معاه وبتساعدوه وما لقيتوش غير ان هو بيديكم ظهركم في كل الاوقات في كل الحالات. كمان انتوا دايما زي ما قلت لكم بتدفعوا ثمن غلطة انتوا غلطتوها، فلازم تحاولوا الفترة اللي جاية دي يكون في تحسين على جميع الاسعد لحياتكم. انتوا اذكياء جدا في التعامل مع الاخرين، ذكياء جدا انتوا تعرفوا ايه الدنيا ماشية ازاي. بس خلي بالكم في ناس في بتحب لكم الخير، في ناس بتحب لكم الشر، بس اللي بيحبوا لكم الشر هم اهل عيلة الاب. دايما عيلة الاب عندكم مرات عم وبنتها مش حابه لكم الخير، عم بيغير منكم، عايزكم تعملوا حاجة انتوا مش عايزين تعملوها، في امور عندكم معاكسة. فالفترة اللي جاية دي في مال هيجي لكم حلو جدا، وفي حد هيسدد لكم احتياجاتكم الفترة اللي جاية، وهيكون في شراء لأكتر من حاجة، وفي حد هيدعمكم الفترة اللي جاية دعم، يعني دعم حلو، طاقة إيجابية، فرج. كمان انتوا هنا هتكونوا مميزين، مميز تمييز حلو ليكم. يعني دايما انتوا بتكونوا قاعدين في اي مكان بيكون ما شاء الله عليكم عندكم تمييز حلو، طاقة إيجابية، فرج. بس في حاجة مسيطرة عليكم، في حاجة مسيطرة عليكم في أكتر من حاجة. يا ريت تخلوا بالكم الفترة اللي جاية من الحسد ومن الكلام ومن العراقيل. انتوا الفترة دي مفيش أي حاجة جديدة أو نعم بتحصل عندكم، في طاقة ملل عندكم، في طاقة حزن، في طاقة انتظار رهيبة. يعني انتوا الفترة دي ممكن تكونوا منتظرين أكتر من حاجة، مستنيين أكتر من حاجة، في حاجات كتيرة جدا انتوا مستنيين. بس الطاقة بتاعتكم الفترة دي هتكون حلوة وهيكون فيها أمور تجديد، فانتوا ما تقلقوش خالص. يعني رغم ما انتوا تعبانين على قد ما انتوا شايلين هموم الدنيا، بس في طاقة إيجابية، في حد بيديكم طاقة انتوا، يعني الطاقة بتاعته حلوة بيديها لكم كده بشكل كبير بشكل إيجابي ما شاء الله عليكم. تفكيركم دايما حلو، تفكيركم دايما بتربطوا بيه الأحداث اللي انتوا محتاجينها، في حاجات كتيرة جدا انتوا هتخرجوها بره حياتكم وهتبصوا لحياتكم بشكل مختلف. البعض منكم هنا ممكن يكون بيمر بأكتر من أزمة، بس بيعافر وبيجاهد ومفيش حاجة ان هو يرجع لورا، بالعكس ده انتوا مستنيين نجاح بقدر المستطاع، والنجاح اللي عندكم ده نجاح خوارقي ليكم. في مناسبة حلوة جدا هتحضروها الفترة دي، هتكون هيعزموكم، يعني اي نعم انت ممكن المناسبة دي هتسافر فيها او هتركب عربية وهتمشي فيها طريق طويل، ممكن يكون نص ساعة ساعة الطريق ده، بس هتكون قاعدة حلوة، لمة حلوة، طاقة ايجابية ليكم، وهتكونوا مبسوطين جدا. وكمان ممكن تتعرفوا على صحاب جديدة. كمان انتوا هنا عندكم حد عرفتوه، يعني ممكن تكون حد انتوا عرفتوه من مدة عمل معاكم حاجة فزعلته فواجهتوه ان اللي عمله غلط، او حصلت عندكم مواجهة وانتوا واجهتوا الاشخاص دول وقلت لهم برضو اللي انتوا عملتوه ده غلط، اللي انتوا ما ينفعش ان انتوا كنتوا تعملوا كده. في سفر عندكم مفتوح، في طاقة ايجابية حلوة
عندكم في زيارة لحد، ممكن انتوا يعني ممكن انت تسافري لجوزك، جوزك يرجع لكم، الله أعلم. البعض منكم هنا في غربة، في غربة بشكل كبير جدا، يعني انتوا ممكن تكونوا تعبانين، مهمومين، شايلين اكتر من هم. كمان الفترة دي في ارتباط عندكم، الارتباط ده قوي جدا، في طاقة إيجابية، أو ممكن يكون الارتباط ده يكون سريع، يعني هتتعرفوا على حد كده هيبقى فيه لفت انتباه، إعجاب سريع، وهيبقى فيه طاقة تانية. فأنتوا قلقانين هنا، لا ما تقلقوش خالص من ناحية أي حاجة، الحاجة اللي أنتوا قلقانين منها يعني ممكن ما يجيش أحسن منها، فياريت تهدوا أعصابكم شوية. القلب عندكم هيكون مفتوح، والقلب ده هيدل ان انتوا عندكم انفراجات تخص الحب، تخص العاطفة، في اكتر من تحسن الفترة اللي جاية. بسم الله ما شاء الله عليكم تبارك الرحمن، هيكون عندكم حسن حظ كمان، وهتلعب معاكم الاضواء الفترة اللي جاية، وهتكونوا في قمة الازدهار. في نفس الوقت كمان هيكون عندكم طاقة ايجابية، في حاجة مؤجلة ليكم، الحاجة اللي مؤجلة عليكم دي انتوا خلاص هتقرروا ان انتوا تاخدوا خطوة فيها ايجابية، هتقرروا ان انتوا تعملوا فيها حاجة جديدة. انتوا مفتوح لكم الطريق ان انتوا تكسروا الحاجز اللي بينكم وما بين حد، تكسروا الطريق اللي لازم فيكم في الخيانة، في الغدر، يعني انتوا اتفتحت ليكم فرصة حلوة، اتفتحت ليكم طريق حلو، فياريت ان انتوا تعيدوا النظر في اكتر من حاجة فيها طاقة ايجابية. شوفوا الحاجة اللي مأثرة عليكم وما تتعاملوش بيها، ابعدوا عن اي حاجة ملخبطاكم، اي حاجة تعباكم نفسيا. ليه؟ علشان انتوا عندكم قرارات حاسمة الفترة اللي جاية، وعندكم تغيرات ايجابية. كمان انتوا هنا ماشيين ورا احلامكم واشاراتكم، لا يعني انتوا حاولوا ان انتوا تبصوا في الحقيقة، ما تمشوش ورا الخيال، علشان الخيال عندكم مربط لكم احداث بشكل كبير، في اكتر من حلم بيتردد معاكم، والحلم اللي بيتردد معاكم ده انتوا تعبكم جدا، في تفكير رهيب عندكم ملازمكم في اكتر من حاجة. انتوا بتحبوا تفسير الاحلام جدا، ممكن يكون عندكم كتاب لتفسير الاحلام، او انتوا عندكم خبرة تعلمتيها من تفسير الاحلام، عندكم حاجة بتفسروا بيها الاحلام، الله اعلم. فانتوا عندكم طاقة ايجابية الفترة اللي جاية، بس ما تمشوش ورا الاحلام، انتوا عندكم اشارات روحانية هتظهر قدامكم، انتوا عندكم ربط احداث شديد جدا، يعني في حاجة بتربطوا بيها الأحداث بتاعتكم، بتديكم طاقة إيجابية وتديكم أمور كده مختلفة، فياريت تركزوا على الحاجة بتاعتكم اللي ناقصاكم وتشتغلوا عليها، وتبعدوا عن أي ضغوط نفسية مؤثرة عليكم. في واحدة ست انتوا ماشيين وراها، والست دي فعلا خبيثة ومش عايزة لكم النجاح، مش عايزاكم تكونوا مزدهرين في حياتكم، مش عايزاكم تكونوا يعني كده تكونوا صح، عايزة فعلا يعني تلعب بيكم. كمان انتوا هنا ده في حاجة مميزاكم، يعني ممكن تكون علامة فيكم مميزة، انتوا عندكم ثقة في نفسكم الفترة دي، هتوصلوا للهدف بتاعكم وهتوصلوا للحلم اللي انتوا عايزينها. دايما اقول ان انتوا ما تثقوش في حد زيادة عن اللزوم، علشان ثقتكم الزيادة عن اللزوم في ناس ده بيسبب لكم وجع، بتسبب لكم خذلان، بتسبب لكم اكتر من حاجة في حياتكم فيها طاقة سلبية. لا، اسعوا من اجل ان انتوا تنجحوا، ما تسعوش ان انتوا تساعدوا حد في اكتر من حاجة، لا انتوا عندكم اكتر من طريق، وزي ما قلت لكم الطريق المفتوح قدامكم ده هيكون خير. كمان اقدر اقول ان انتوا الفترة دي هتتغلبوا على الصعب اللي موجود في حياتكم، هتتغلبوا عن اي مشكلة مأزماكم او اي مشكلة عاملة لكم طاقة، من بعد الصبر اللي عندكم جبر، من بعد الصبر اللي عندكم طاقة ايجابية، طاقة عامة، فرق حلو، تغيرات على جميع الاسعد بتاعتكم. انتوا زي ما قلت لكم صابرين، صبرتوا كتير او استنيتوا كتير، استنيتوا اكتر من حاجة، فالفترة اللي جاية دي هي فترتكم انتم، لازم تطلعوا من اي طاقة سلبية، لازم تشوفوا التحسنات بتاعتكم، لازم ما تخافوش من حاجة من الناس اللي هي عمالة تدي فيكم طاقة سلبية، ارموا ورا ظهركم اي حاجة تعباكم، اي حاجة ملازمة معاكم في اذى، في تعب نفسي، في طاقة سلبية، لا ابدأوا
عفروا، ابدأوا اشتغلوا، ابدأوا كملوا الحلم بتاعكم، ابدأوا شوفوا ايه اللي انتوا محتاجينه وناقصكم وكملوه. ما تسمعوش كلام حد خالص الفترة دي، علشان طول ما انتوا بتسمعوا كلام حد، طول ما انتوا بتتعبوا، وطول ما انتوا نفسيتكم في النازل، وبالفعل وشكم بدأ يصفر، بدأ اكلكم يكون قليل، بدأ ان انتوا يعني الصحة في النازل، والموضوع ده انتوا مضايقكم جدا. فانتوا الفترة دي مقررين ان انتوا تشتغلوا على صحتكم شغل جامد جدا، مقررين ان انتوا تعفروا وتوصلوا للهدف بتاعكم، حتى لو كانت صحتكم في النازل برضو مقررين ان انتوا تعالجوا نفسكم وتاخدوا العلاج المناسب ليكم، وتشوفوا حياتكم هيكون التحسن فيها رقم كام، هيكون التحسن فيها عامل ازاي. ليه؟ علشان انتوا ما بتحبوش ابدا صحتكم تكون في النازل، بالعكس انتوا بتحبوا جدا تهتموا بنفسكم وتعافروا وتجاهدوا وتوصلوا لاي حلم عندكم، او بمعنى اصح توصلوا لاي حاجة في حياتكم. فلازم تشتغلوا وتعافروا، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب. تحياتي ليك، اتمنى لك السعادة والهنا والفرح وكل ما هو جميل من اجل عيون برج العقرب.